أولا سوف ينعقد يوم الغد على 18 مؤتمر صحفي للشركة العامة الكهرباء. سوف يكون في هذا المؤتمر الصحفي إجابة عن تساؤلات كل المواطن الكريم، ولماذا وصل طرح الأحمال إلى 8 إلى 10 ساعات، وما هي المناطق التي لم تطرح الأحمال والمناطق التي حددت ساعة وساعتين. وسوف يكون في المؤتمر الصحفي مكاشفة، وننقل الحقيقة للمواطن الكريم وما هي الجهود التي تقوم بها الشركة والصعوبات التي تواجهها، وما دور أيضا حتى المواطن في مساندة الشركة في خلال الذروة الصيفية الحالية التي تشهد الشركة فيها صعوبات كثيرة. سوف نوضحها جميعا في هذا المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بإذن الله يوم الغد على تمام الساعة 12 ظهرا. طيب سيد تكور، يعني المواطن الآن يريد شيء ملموس على الأرض، هل من المتوقع بعد هذا الاجتماع أن تقلل فرص أو ساعات طرح الأحمال على المنطقة الغربية وعلى العاصمة طرابلس بالتحديد، أو هناك حلول جذرية، خاصة وأن هذه المشكلة ليست وليدة هذه السنة بل طيلة سنوات ماضية؟ يعني يا أخي الكريم، نحن تحدثنا في أكثر من مؤتمر صحفي وعبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقلنا أن الشركة العامة الكهرباء سعت إلى أن تكون القدرة الإنتاجية أكثر من 6000 ميجا وات، وفعلا نجحت في كثير من صيانة الوحدات الإنتاجية وبأيادي وطنية، وكان من المتوقع أن تكون كفاءة الشبكة العامة الكهربائية أفضل من السنوات الماضية، ولكن قدر الله ما شاء فعل احتراق غرفة المفاتيح بمشروع الخمس الاستعجالي، فقدت الشبكة العامة الكهربائية 550 ميجا وات، بالإضافة إلى عطل في مولد بوحدة إنتاجية بمحطة الرويس 130 ميجا وات، ممكن مضمونهم 800 ميجا وات، وهذا ما جعل. طيب سيد تكوري، هذه الأعطال التي ذكرتها للآن وهذه الأسباب، هل سيتم إصلاح هذه الأعطال؟ سيتم إصلاح هذه الأعطال، ولكن تريد وقت، هو عملية صيانة تلك الوحدات ليس زر تدوس عليه يكون المشروع دخل الشركة، ولكن الشركة تقوم بمجهودات، وسوف بإذن الله غدا في المؤتمر الصحفي نتحدث عن الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الشركة العامة الكهرباء بإذن الله.